السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم المايونيز البيتي بطريقة سهلة جدا جدا، وهعمله من غير بيض. كوباية حليب واحدة، هنعمل 2 برطمان مايونيز زي ما انتوا شايفين كده، والطريقة بتاعته سهلة جدا، في 2 دقيقة بالظبط هتكوني عاملاه ومخلصاه. شايفين القوام بتاعه حلو ازاي؟ ومش هنستخدم كمان بيض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوباية من الزيت، كوباية من الحليب المسلج يكون فيه كده بلورات من التلج، ومعايا 2 جبنة مثلثات او مربعات، او 2 معلقة كبار جبنة كريمي، معايا 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون، وكمان معايا 1/2 فنجان صغير من الخل، ومعايا 2 معلقة كبيرة من السكر، ومعايا 1/2 معلقة صغيرة ملح. بس كده المقادير سهلة بسيطة جدا، متوفرة في كل بيت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. هنجيب شفشق الخلاط، هنحط فيه الكوباية الحليب زي ما بقول لكم، يعني اكيد لازم تكون ساقعه جدا، وحطيها في الفريزر شويه قبل ما تشتغلي بيها. هنزل عليها بمثلثين الجبنه وهضربهم كويس جدا، وبعد كده هبدا انزل بالزيت بخيط رفيع جدا لحد ما الاقي القوام بتاعي تقل كده. ممكن تحتاج شويه زيت كمان، اكتر من كوبايه على حسب ما تاخد معاكي. شايفين كده القوام بتاعها تقل، ابدا اضيف الليمون والخل، وراعوا ان القوام ما يبقاش تقيل قوي عشان لما نضيف الليمون والخل هيتقل تاني اكتر. وكمان هضيف السكر وهضيف الملح وهضربهم كويس جدا. بعد كده هو ده الشكل بتاعه. ممكن نضيف كمان اضافة بسيطة جدا، وهي 2 معلقة صغيرة من المستردة، هوريكو دلوقتي، هتعزز الطعم جدا وهتديني المزازة بتاعة البشاميل بتاعة سوري المايونيز الجاهز اللي بيتباع بره. 2 معلقة صغيرة بس لو متوفر عندك، لو مش متوفر مش لازم تضيفيها خالص، استغني عنها تماما، وبرضو بيديكي طعم حلو جدا. ابدأ بقى اقلبهم كويس جدا مع بعض بالمعلقة. زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعه قد ايه كريمي وحلو جدا، زي بالظبط البرطمانات الجاهزه، فده طبعا موفر جدا وطبيعي، وكمان مفهوش مواد حافظه. شايفين بقى ما شاء الله حلو جدا، مديني كميه كويسه جدا. زي ما قلت لكم لو ما عندكيش المستردة تقدري تستغني عنها خالص، وهو كمان من الحاجات الكويسة جدا اللي تقدري تتقدميها جنب الشاورما، جنب الشيش طاووق، المشاوي عموما، في السندوتشات بقى، سندوتشات البطاطس والسندوتشات السوري والكلام ده بيبقى حلو جدا جدا. أبدأ بقى أجيب برطمانات عشان أعبيهم. كده جبت برطمانين اهو زي ما انتوا شايفين، هي الكميه دي جت معايا في الـ2 برطمان من المقاس ده، حلو جدا. المقاس بتاعهم متوسط، ولا صغير قوي ولا كبير قوي، فطبعا موفر جدا جدا. كده انا عبيتهم اهو في البرطمانات بس كده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك كتير وشير وسبسكرايب. مع ألف سلامة.